السلام عليكم ورجعنا لكم من جديد. ان شاء الله النهارده هيكون فيديو قصير جدا عن اللاب الاتش بي اللي احنا كنا عملنا عليه جزء اول وجزء تاني قبل كده. النهارده ان شاء الله هيكون الجزء الثالث على اللاب ده، وطبعا في اخر فيديو او جزء تاني من الفيديو احنا ركبنا معالج جديد، ولكن طبعا في النهايه توصلنا ان احنا لازم نغير المعالج ده مره تانيه او مره تالته، بسبب ان احنا شفنا في كسر على الكريستاله الخاصه بالمعالج بتاعنا تحت الميكروسكوب، وده طبعا معناه بالضروره ان بنسبه كبيره جدا الكسر ده هيؤدي لفشل المعالج بتاعي في النهايه. طبعا يعني بنسبه كبيره جدا لو في اي كسر عندك على الكريستاله سواء خاصه بالبي سي اتش او الجي بي يو او المعالج او اي حاجه من الحاجات دي، بنسبه كبيره جدا الحاجه دي هتقف معاك ومش هتشتغل. يعني في بعض الناس ممكن تقول انا ركبت معالج قبل كده وكان في كسر على الاطراف بتاعته او خدش بسيط جدا والمعالج بيشتغل معاه من غير اي مشاكل. يعني الموضوع ده بيبقى حاجه نادره شويه، ولكن الاغلب او الشائع ان لو في عندك نسبه كسر او نوع من الخدش او الكسر حتى لو بسيط، ده في النهايه بيؤدي لتلف القطعه بتاعتك دي. تمام، طيب احنا جبنا معالج ثالث وركبناه دلوقتي، خلونا كده نشوف النتيجه مع بعض. طبعا عمليه الفك والتركيب والكلام ده كله انا طبعا عملتها بعيد عن الكاميرا، ولكن احنا يهمنا في الوقت الحالي نشوف النتيجة النهائية بتاعتنا مع بعض. خلونا كده نوصل الادابتور بتاعنا. زي ما احنا شايفين الادابتور بتاعنا نور معايا. ودلوقتي هنبتدي ان احنا نضغط بريس الباور. طبعا انا بريس الباور موجود عندي في السب بورد دي او البوردة الصغيرة. خلونا كده لان الباور باتون عندي فيه كسر، بنعمله ان شاء الله باذن الله بعدين. ولكن خلونا كده نلمس بالجفت على اطراف بريس الباور. وزي ما احنا شايفين، انا بس نقرب الكاميرا ليه تستر شويه، اشاره الريزيت شغاله معايا، عندي فولت الريزيت 1.2 وفي عندي نبضات على اشاره الريزيت. طبعا في الوقت الحالي هنبتدي ان احنا نشوف التستر يو اس بي، لو سمعنا صوت ده طبعا معناه وجود الداتا على المذر بورد بتاعتنا. المذر بورد بتاعتنا فصلت باور ورجعت تشتغل التاني. ولاحظ برضو ان انا في اكتيفيتي عندي على الكلوك والداتا الخاصين بالاس ام بس الخاصين بالرامات نفسها. يعني كده نوعا ما عندي دلوقتي الوضع يعتبر نوعا ما طبيعي. ممكن البورد تفصل معايا كمان مره. وزي ما احنا شايفين تيستر اليو اس بي قال ان المذر بورد اشتغلت معايا دلوقتي من غير اي مشاكل. هنبتدي بقى طبعا ان احنا ننظف البورده بتاعتنا كويس جدا من اثار اللحام الفلاكس، لان المذر بورد دي اتسخن عليها تقريبا حوالي 3 او 4 مرات. لما احنا غيرنا اكتر من معالج هنبتدي ننظف البورده بتاعتنا كويس جدا ونشوف زرار الباور ده. طبعا هنبتدي ان احنا نغيره بعيد عن الكاميرا، وفي النهايه طبعا هنبدا ان احنا نعمل اختبار للمذر بورد بتاعتنا ونشوف هل فيها اي مشاكل تانية ولا لا، ونقفل الجهاز ونرجع تاني مع بعض. طيب دلوقتي احنا قفلنا الجهاز بتاعنا يعني بشكل تقريبا شبه كامل. طبعا في بعض الحاجات انا غيرتها بعيد عن الكاميرا، بعض المشاكل التانية قابلتني في الجهاز ده انا بدات ان انا احل المشاكل دي بعيد عن الكاميرا، وهنشوف الكلام ده كله دلوقتي بالتفصيل. ولكن خلونا دلوقتي نفتح الديفايس مانجر بتاعتنا ونتاكد من تعريفات كارت الشاشه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا كارت الشاشه الانتل عندي شغال من غير اي مشاكل، وهنا كارت الشاشه النفيديا اللي هو ال 1050 او ال 1050. زي ما احنا شايفين التعريف شغال من غير اي مشاكل. طبعا بقيه التعريفات دي انا ما عرفتهاش لان النهارده ده بتاعي، ولكن انا يهمني القطع الرئيسيه في الجهاز في الوقت الحالي. اتاكدنا طبعا من الواي فاي والسماعات وكل الامور دي كلها اتاكدنا منها بعيد عن الكاميرا، والجهاز دلوقتي شغال معايا من غير اي مشاكل. تمام، طيب خلونا نبتدي ان احنا نعمل الاختبار للمعالج بتاعنا. طبعا الاختبار ده هيطول شويه، وخلونا نراجع مع بعض المسار بتاع الصيانه الخاص بالجهاز بتاعنا على ما الاختبار بتاعنا يخلص. تمام، طبعا دي القطعة اللي احنا استبدلناها في الجهاز. في البداية خالص طبعا احنا استبدلنا المعالج الاساسي او المعالج الاصلي الخاص بالجهاز، وده طبعا كان في شورت على الميموري كنترولر اللي موجود داخل المعالج على خط رامات اللي هو 1.2، وطبعا اكتشفنا ان الشورت ده في النهاية في الميموري كنترولر اللي هو موجود او مدمج داخل المعالج. الكلام ده طبعا عملناه في الفيديو الجزء الاول والجزء الثاني، هسيب لك ان شاء الله باذن الله لينكات ليهم في الديسكريبشن، لو ما سمعتهمش يا ريت تتفرج عليهم الاول قبل ما تتابع معانا الفيديو ده. تمام،
بعد كده مباشرة بدأنا إن إحنا نغير المعالج ده، ولكن المعالج ده كان مش شغال، لأن المعالج ده إحنا كنا واخدينه من ماذر بورد سكراب، واكتشفنا في النهاية تلف المعالج ده. طبعا اكتشفنا الكلام ده عن طريق إن الجهاز بتاعنا ما كانش مشغل معايا أو مديني إشارة الديرام ريزيت، وفي نفس الوقت ما كانش بيحاول إن هو يتواصل مع الكنترولر الخاص بتغذية دايرة المعالج. تمام. بعد كده مباشرة بدأنا إن إحنا نغير المعالج الثالث ده، والمعالج ده فعل كل الإشارات اللي إحنا كنا واقفين عليها زي إشارة الديرام ريزيت، وبدأ إن هو يتواصل مع الكنترول الخاص بدايرة تغذية المعالج، واشتغلت الإشارات دي كلها، ولكن برضو للأسف المعالج ده ما اشتغلش معايا في النهاية. وطبعا اكتشفنا الكلام ده وسبب الكلام ده، وقلنا إن إحنا في كسر بسيط على الكريستالة الخاصة بالمعالج، وطبعا اضطرينا ان احنا نشتري معالج رابع، وطبعا المعالج الرابع ده اللي احنا ركبناه دلوقتي وادينا النتائج اللي احنا شايفينها دي. تمام. برضو من ضمن الحاجات بقى اللي انا غيرتها بعيد عن الكاميرا، سوكت الشحن عندي كان فيه مشكله برضو، بدات ان انا اغيره. كمان عندي فتحات اليو اس بي الجانبيه كان فيه فتحتين مش شغالين، ولقيت ان فيه كوروجن عندي على السوكت ده، يعني اعتقد ان هو ممكن يكون واضح. خليني بس احاول ان انا اوضحه لك على الكاميرا. يعني هو الصورة مش واضحة، ولكن كده في الوقت الحالي يعتبر الصورة واضحة. في كوروجن على السوكت ده، كان موقف معايا فتحات اليو اس بي زائد بريس الباور عندي كان فيه مشكلة، زي ما احنا شايفين طبقة الميلر اللي موجودة على بريس الباور ما كانتش موجودة، واضطرينا في النهاية ان احنا نغير بريس الباور. وكان عندي برضو بعض الحاجات الاضافية زي بعض الكسور اللي موجودة عندي في الشاسيه، بدأنا ان احنا نتعامل معاها وان احنا نشتغل عليها، والحمد لله المشاكل دي كلها اتصلحت معايا. تمام. طيب على برضو ما الاختبار يخلص ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه، هنحاول ان شاء الله باذن الله ان احنا نبتدي نكمل دورات النظري. هنبدا ان شاء الله باذن الله في دايره المعالج، هيكون طبعا معانا الجزء الثاني لان احنا عملنا الجزء الاول وقفنا فتره طويله، فهنشتغل ان شاء الله باذن الله على الشروحات النظري. دايرة المعالج بإذن الله الجزء الثاني زي ما قلنا هنبدأ فيها الفيديو اللي جاي، وإن شاء الله بإذن الله يعني هتاخد فترة معانا، مش هتبقى فترة بسيطة، عشان برضو نشرح كل حاجة عنها بالتفصيل، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله مباشرة هندخل في فيديوهات أو محاضرات السوبر أيو. ولكن بس أنا ليا رجاء عند الناس، يعني الناس إن شاء الله بإذن الله تحاول إن هي ما تستعجلش، لأن أنا الوقت بالنسبة لي يعتبر الوقت اللي انا بسجل فيه يعني يعتبر ضيق جدا، الوقت بالنسبه لي ضيق جدا، وبالتالي الوقت المتاح بالنسبه لي لعمليه تسجيل الفيديوهات بيكون يعني وقت قليل جدا جدا، وكل ما بفضى بحاول ان انا اسجل فيديو من الفيديوهات. في حاجه تانية برضو، يا ريت برضو الناس ما تتواصلش معايا بخصوص متابعه اعطال، لان احنا قلنا الكلام ده اكتر من مره قبل كده، ولكن برضو في ما زالت بعض الناس بتتواصل معايا بخصوص متابعه الاعطال. احنا زي ما قلنا قبل كده مش هنقدر نعمل الكلام ده مع حد. لو عند حضرتك اي سؤال يختص بيه تحليل الدوائر، او في دايره معينه مثلا محتاج ان احنا نشرح الدايره دي، ممكن تتواصل معايا في الحاله دي، لكن متابعه اعطال انا مش هقدر اعمل الكلام ده مع حد. تمام. زي ما احنا شايفين الحمد لله الاختبار بتاعنا عدى بنجاح، والكلام ده معناه ان شاء الله باذن الله ان المعالج بتاعنا سليم، وان شاء الله باذن الله هنحاول ان احنا نجرب الجهاز اكتر من كده فتره اطول من كده، ممكن نجربه مثلا 3 أو 4 ساعات بحيث ان احنا نتاكد من سلامه الجهاز بالشكل الكامل قبل ما نبتدي ان احنا نسلمه للعميل بتاعنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وكالعاده كل اللي محتاجينه منكم دعوه من القلب.